صح ملف المؤسسة البرلمانية في الجزائر. الموضوع يرتبط مباشرة بموضوع التشريعيات، أردنا أن نقف من خلال هذا العدد على التعريف بالمؤسسة البرلمانية، وهل يتغير هذا التعريف بالنظر إلى التعديلات التي أدخلت على النص الدستوري فيما يتعلق بتنظيم هذه الهيئة وعلاقتها بمختلف المؤسسات الأخرى للجمهورية، وما يتعلق أيضا بالأدوار التي تؤديها هذه المؤسسة داخل الدولة. هي المواضيع وغيرها. أسعد باستضافة الأستاذ صانف عبد الإله شكري، نائب عميد كلية الحقوق المكلف بالدراسات بجامعة عين تمشنت. الأستاذ صانف عبد الإله شكري، أستاذ القانون العام بالجامعة. سيدي مرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج الحدث. أهلا وسهلا بكم، نحن سعداء بهذه الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أن ننور المواطن والسامع الكريم بأقصى حد ممكن من المعلومات. ونحن سنكون الأسعد بتقديم المعلومة الوفية للمستمع، وأيضا هدفنا هو تبسيط المعلومة خصوصا المصطلحات القانونية للمستمع الكريم. بداية كما حسب الأول يعني اللي اكتسبتها في مجال تفعيل صلاحيتها، وإلا كانت ربما تقريبا عندها يعني كغرفة من أجل قراءة ثانية للتشريع وخلق نوع من التوازن الذي كان سابقا لفائدة رئيس الجمهورية. المسألة عندما نتحدث عن التقاضي نتحدث عن التقاضي على درجات، هل يمكن القول أيضا بأن الإبقاء على مجلس الأمة يتعلق بخلق رقابة إضافية على درجة ثانية؟ نعم، إذن قبل التعديل